اهلا حلوين. فيديو النهاردة هيكون عن ايه الموجود في الشنطة بتاعتي بتاعت الميك اب الصغيرة. باخده دايما في اي حتة معايا. في طبعا مش كل الحاجات اللي انا باخدها معايا. في اوقات وفي خروجات ومناسبات معينة ما ينفعش اخد الحاجات دي. ممكن اخد بكمية اكتر هو على حسب الاحتياج. فيلا بينا. دي الشنطة بتاعتي بتاعت الميك اب. هي عبارة عن انها كلها سودا وفيها خط لونها بينك او فوشيا كده. هي فيها سوستة واحدة بس. هي كبيرة جدا. انا بحبها علشان هي كبيرة. تاخد حاجات كتير قوي. الفيديو ده هيكون مالت فيديو الشنطة اللي انا كنت عاملاه. لو محدش شافه لحد دلوقتي هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. اللي ما شافوش يروح يشوفه بعد الفيديو ده. اول حاجة انا بحب المرطب ده جدا. فيه 30 حماية. انا بعشقه. ده ادمان عندي خلاص. بحب احط اضاءة ماريلو. معنى ان انا بحطها هنا في البيت بس بحب دايما ان هي تكون معايا. خصوصا كمان ان هي فيها مراية فبحبها قوي. بحب ان انا اعدل على الاضاءة لاني اكتر حاجة بعشقها في الميك اب هو الاضاءة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هي فعلا غنية خالص عن التعريف. وكمان معايا الماسكارا دي من ميبيلين. الماسكارا دي بتكثف وبتطول وكل حاجة. بتبقى الفرشة كده بتاعتها. بحب الروايح اللي هي بتبقى عاملة زي المسك والحاجات دي. فانا معايا دايما مسك طاف في الشنطة. ده اللي اخر فترة بستعمله وحلو قوي. وطبعا حتى لو انا مش جايبة اي حاجة في الشنطة لازم ده يكون معايا. مرطب الشفايف ده اكتر نوع انا بموت فيه وبحبه جدا. معايا بلاشر لونه مش مشي. دايما بحب لونه قوي. ولونه هادي قوي كده. الدرجة بتاعته هادية ما بتبانش قوي. باخد فرشة للبلاشر. معايا الكحل ده اللي هو من إيسنس. بحبه جدا. اللي هو الكحل البيج قلتلكوا عليه. اخر فترة بقيت بحط الكحل ده. اي بيرف عندي انا بحبه. بحطه في ازازة كده صغننة عشان ما تبقاش الدنيا متكركبة عندي قوي في الشنطة. فبحب احطه منه. بيبقى سهل قوي ان انا اجيبها ورش. معايا نوع الروج اللي انا بحطه بس. يعني اللون ده انا بعشقه. هو على عنابي كده فبحبه قوي. اللون ده عش. هو طبعا باين ان هو فاقع قوي. انما لما بيتحط على البق بيبقى شكله هادي كده ومنظره حلو قوي ورقيق. الروج اللي هو اللي انا ببقى حطاه هو ده اللي انا باخده معايا. ده فازلين بريحه انا بحبه جدا. ترطيب وبريحه في نفس الوقت. هو صغير فبحب ان انا احطه برده معايا. بحب جدا جدا ريحته. اخر حاجه في الشنطه المبرد الصغير ده اللي انا كنت جايباه قبل كده معاكم. مبرد صغير كده في الشنطه بتاعتي. ودي كل الحاجات اللي كانت في شنطتي. انا في شنطتي قلت لكم مفيش حاجات كتير لاني مش بحتاج ان انا احط فيها حاجات كتير قوي. هو مجرد بس الحاجه اللي انا محتاجاها في يومي زي ما قلت لكم. وده كان الفيديو بتاعي للنهارده. يا رب تكونوا استفدتوا معايا باي حاجه. بحبكم قد السما. اوعوا تنسوا اللايك والسبسكرايب ويا ريت تفعلوا الجرس. واي حد هيكتب لي تحت ان هو عمل لايك وفعل الجرس ان شاء الله طلع الكومنت بتاعه ده على الفيديوهات اللي جايه. يلا باي. احلى وردات في العالم كلها.